السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل وول فاونديشن. هاجي من الاستراكشر واقول له انا عايز اعمل استراكشر، تمام؟ وبعد كده اختار حتة تكون فاونديشن، ولو مش موجودة نعملها مفيش مشكلة. في اي حتة هنا فاونديشن اهي، تمام. انا عايز اقول له خليها الليفل 1 سالب 4 متر لتحت وتطلع لحد ليفل 1، تمام. يبقى انا كده اللي انا هرسمه هيبقى موجود للدبس اللي تحت. وادخل هنا ايدي طيب، اتاكد من الماتيريال، تمام. ممكن السمك كده اكبره شويه، كونكريت ممكن اخليه مثلا 400، تمام، لو انا عايز يعني. اوكي، وهبدا ارسم. ممكن تقول له مثلا فينش اكستيريور، مجرد ان انت هتمشي على الحوائط اللي هي موجوده هنا هو يبدا يرسم لك الحاجة بتاعتك اهي، تمام. يعني ممكن تيجي كده تقول له انا عايز ارسم، هي رسم لك الحيطة بس ارسمها لك لتحت، تمام، 4 متر تحت الدور الاولاني اللي انت شغال فيه. دي الطريقة اللي بنعمل بيها الوول فاونديشن، تمام. دي ده الحدود الخارجية بتاعتي وهكذا. تروح بقى في 3D تلاقي هو عمل لك الحوائط في الدور اللي تحت اللي هي ديت.